عايشين الحمد لله لحد ما إجا صاروخ يعني دمر كل شيء. أخواتي استشهدوا ووالدي توفى وتشردنا بالمخيمات، وأنا تصوبت، انبترت إجري اليمين، انكسرت إجري الشمال، كان في كسر بإيدي، كان في عمليات بأمعائي، بكبدي، تعرضت لكتير ظروف وضغوط صعبة كتير، لحتى إجت منظمة إيهاها شافتني بالصدفة، ولما شافوني حبوا أنهم يحكوا معي ويتواصلوا معي ويعرفوا قصتي، فاستقبلتهم بغرفتنا الصغيرة وحكينا، ومن وقتها يعني بلشت أمورنا تتحسن، وبلشنا يعني بلش وضعنا يتحسن. طالعوني على تركيا، عالجوني هناك، ضليت 9 شهور أو أكثر بتركيا، عالجوني، عملوا لي عمليات، كان وضعي كتير سيء، كان وزني 33 كيلو بس. أنا سعيدة هلأ، مبسوطة كتير بالتعامل مع الأتراك، الشعب التركي شعب كتير طيب، أنا عشت بتركيا 9 شهور، كانوا كتير يعني طيبين لدرجة كبيرة، كنت إذا حدا شافني بالشارع يساعدني لأني ما أحسن أمشي وكنت على كرسي متحرك. الحمد لله يعني لما نشوف معاملة الأتراك بحس إنه الدنيا لسه فيها خير، نحن كتير بنحب الشعب التركي وممنونة لمساعدتهم طالما أنا عايشة.